تصنف اللغتان السومرية والفرعونية كأقدم اللغات المكتوبة في العالم، إذ يرجع تاريخهما إلى العام 3200 قبل الميلاد. واليوم يستخدم البشر نحو 6000 لغة حول العالم، من ضمنها اللغة العربية التي تقرر الاحتفال بها من قبل الأمم المتحدة عام 1973، وذلك خلال عشية الاحتفال باليوم الدولي للغة الأم، جنبا إلى جنب مع اللغات الرسمية الأخرى للأمم المتحدة. تعتبر العربية واحدة من اللغات السامية، وهي تسمية حديثة اقترحها عالم اللاهوت شلودزر عام 1781، لتدل على عدد من الشعوب التي أنشأت في غرب آسيا حضارات ترتبط لغويا وتاريخيا، كما أنها ترتبط من حيث الأنساب. واللغة العربية واحدة من أقدم 5 لغات مستخدمة حاليا، إذ عثر على أقدم نص للخط العربي في منطقة عين عبدات جنوب فلسطين التاريخية، ويرجع تاريخه إلى العام 125 ميلاديا، وهو عبارة عن 3 أسطر شعرية تعود لشخص يدعو فيها للصلاة للإله عبدات الذي نجاه من الموت بعد أن أصيب بجرح خطير. ويمثل القرن 7 الميلادي العصر الذهبي للغة العربية، وذلك حين تمت كتابة القرآن وتوزيعه، وتزامن ذلك مع التوسع الإسلامي خلال عصور الخلافة، لتصل العربية إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط وإلى غرب ووسط آسيا وشمال إفريقيا، ثم إلى إسبانيا والبرتغال. وعلى مدى قرون طويلة تلت الفتوحات، سادت العربية وكانت لغة السياسة والعلم والأدب، ونظرا لانتشارها أثرت في كثير من اللغات الأخرى في العالم الإسلامي وبعض اللغات الإفريقية والأوروبية. ويعتقد أن اللغة العربية أغنى لغة في العالم من حيث عدد الكلمات، إذ تحتوي على أكثر من 12 مليون كلمة، فيما تتشارك مع العبرية والفارسية بخاصية الكتابة من اليمين لليسار على عكس باقي لغات العالم.